هل طواف الوداع في العمرة واجب أم سنة؟ جمهور أهل العلم على أنه لا وداع للعمرة، لكن إذا طاف للوداع فهو أحوط وأحسن وأتم، وإلا فالوجوب ليس بواجب، لأن الطواف الوداع إنما هو من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به الحجاج، ولم يرد أنه أمر به المعتمرين. نعم.